خلينا على كل حال بقى نقفل هذا الملف ونروح لملف جديد، وملف ايضا مهم جدا. نتكلم هنا عن كل جديد في تطوير منشآت وملاعب النادي الأهلي طبعا مؤخرا، تحديدا لو هنتكلم شاهد النادي الأهلي بالجزيرة افتتاح مجمع ملاعب التنس الأرضي بعد ما خضع بقى لعملية تطوير. عايز أقول لحضراتكم اللي راح شاف يعني بنفسه، واللي ما راحش شاف هنوري حضراتكم هو على الشاشة، لأ عملية تطوير شاملة عشان يصبح هنا بقى من ايه؟ من افضل مستوى يعني من حيث الجاهزية لخدمة طبعا فرق النادي اعضاء الجمعية العمومية، وان انت كمان ترتقي بشكل كبير يا كريم يليق بجماهيره وباعضائه وبالنادي اصلا، يعني من ناحية الشكل من ناحية التطوير. لكن فكرة برضو الشكل القديم مش عارفة حضراتكم كله شاف ولا لا، بس كان فعلا محتاج تطوير. على كل حال حضر طبعا يعني الافتتاح اعضاء من مجلس الإدارة، حضر كمان رواد التنس بالنادي والأجهزة الفنية. وعايز أقول لحضراتكم إن مجمع التنس الأرضي ده تم تطويره بشكل كامل من البنية التحتية والممرات ومنطقة جلوس الأعضاء، ويعني بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة 8 ملاعب كمان تم خلالها تغيير الأرضيات والشبكات وتخطيطها كده زي ما بتقال وفقا لأحدث المواصفات القياسية العالمية. يعني أنت مش بتستخسر وأنت بتطور، لا أنت بتطور وفقا ليعني نماذج عالمية هنا، حاجة أعتقد محترمة. طبعا ده ضمن ضوء زي ما بيتقال كده جهود مجلس إدارة النادي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب لتطوير منشآت ومرافق النادي المختلفة، سواء في مقر الجزيرة، في مدينة نصر، في فرع الشيخ زايد. طبعا بالإضافة بقى للحدث الأكبر اللي احنا بنتكلم عنه، تجهيزات اللي حاليا بتجرى في فرع التجمع الخامس، عشان الافتتاح كمان هيكون خلال أسابيع قليلة جدا. ف يمكن كابتن محمود انا مش ناسيه كلامه وقت كريم برضو لما كان المؤتمر بتاع الترشح الاخير، يعني فهو قال لك انا مش فكره ان انا طورت جزء فانا خلاص، لا قال لك التطوير مستمر ولازم في الاول وفي الاخر الصوره تكون فعلا الصوره اللي تليق باعضاء النادي الاهلي. فالموضوع مش كلام بس، الموضوع على الارض بنشوفه كل تقريبا اسبوع او كل شهر خلينا حتى نقول في تطوير منشاه مختلفه رياضيه داخل النادي، فشيء دي محترم. برضو من ضمن الحاجات الحلوه في النادي الاهلي الحقيقه، فكره ان على طول ما نستناش لما يكون في شكوى، لما يكون في امر ما سلبي لافت الانظار على طول تتشكل لجان وناس بيتم تكليفهم بحل المشكله ايا كانت نوعها ايه وايا كان حجمها وايا كانت تكلفتها. في الاخر رضا كل اعضاء النادي الاهلي هي الغايه اللي كل المسؤولين وكل القائمين على النادي بيسعوا لها دايما الحقيقه، ومش مجرد كلام. احنا تاني زي ما نهاوند بتقول احنا تقريبا ما فيش اسبوع بيعدي علينا غير ما بنستعرض مع حضراتكم حدث ما في هذا الاطار اللي بنتكلم عليه، طبعا حاجه محترمه جدا.